الندوة التثقيفية النهاردة كمان شهدت أحداث مهمة وتابعناها طبعا، كان فيها مشاركة مهمة جدا من الفنان محمد رياض بإلقاء قصيدة أنا الشهيد. ولما نتكلم عن الفنان محمد رياض في إلقاء قصيدة، احنا بنتكلم ما شاء الله الأول على صوت، بنتكلم على لغة عربية فصحى سليمة مليون المية، بنتكلم طبعا على أداء لا يمكن ان احنا نقدر احنا اقل من ان انا اقيمه. الفنان الكبير محمد رياض معانا على التليفون. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وكل الساده المشاهدين طيبين، ورمضان كريم على بلدنا وعلى الامه العربيه والاسلاميه كلها يا رب. وبشكر حضرتك طبعا على يعني الكلمه لا هو حضرتك استاذنا اللي انت قلتها لي دي، بشكر حضرتك جدا عليها يعني. العفو العفو استاذ محمد، انا راجل برضو بجنب شغلي، انا راجل بتاع صوت وازهري في اللغه العربيه، لكن حضرتك بالنسبه لي استاذ. ربنا يعني بسمع من حضرتك سواء بقى في الاداء الدراما في المسلسلات العربيه اللي هي باللغه العربيه الفصحى، او النهارده كانت القصيده. احكي لنا عن التجربه النهارده استاذ محمد. والله طبعا انا اولا سعيد جدا جدا بمشاركتي النهارده في يوم الشهيد، وهو يوم يعني مهم جدا لينا، لانه ده يوم عرفان وتقدير و لابطالنا اللي ضحوا بحياتهم عشان البلد. فمجرد مشاركتي النهارده كان شيء بالنسبه لي اسعدني جدا وشرف ليا ان انا اكون موجود النهارده في الاحتفاليه الكبيره دي والندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد. طبعا يعني بشكر السادة يعني المسؤولين زي ما حضرتك تفضلت من شوية، شؤون معنوية قد كده عاملة شغل كبير جدا إعلاميا. هم اتصلوا بيا ووقع الاختيار عليا، فبشكرهم جدا يعني على اني كنت موجود النهاردة. إحساس حضرتك في يوم زي ده، يوم الشهيد عموما، والتكريم حضرتك يعني ده جزء من قصيدة حضرتك النهاردة اللي احنا بنعرضها على الشاشة حاليا. شايف تكريم القيادة السياسية للشهداء وأسر الشهداء والإصرار على تكرار هذا التكريم، ده شيء عظيم بصراحة. وأنا يعني بقوا سمن يعني التقليد ده كل سنة للقيادة السياسية، لانه الناس اللي بتضحي بحياتها عشان تحمي البلد دي وتخليني وتخلي غيري وتخلينا كلنا عايشين في امان، الناس دي دفعت ثمن كبير قوي، دفعت ارواحهم كلها. فاقل حاجه ان احنا نبقى موجودين معاهم، بنقول لهم شكرا، بنحتفي بيهم من خلال اسرهم، كانت زوج شهيد او ام شهيد او اولاد شهيد، وبتبقى يعني حاله بتبقى فيها شجن ويعني كبير جدا جدا. انا كنت موجود النهارده، وقد ايه كانت كلمات مؤثره جدا جدا لكل اهالي الشهداء. لكن الحلو السنه دي اللي انا شايفه، أيوة، انه احنا بنحتفل بالشهيد مش بالدموع والاسى لا احنا فخورين بيهم. صحيح. فحتى القصيده اللي كنت بقولها النهارده كانت بتقول ده. صحيح. انا الشهيد فخرا، انا الشهيد عزا، انا الشهيد ابن العلا، فكلها في وصف الله. فده الحلو يعني اللي انا شفته الدوره دي، ان احنا مش جايين، لا احنا فخورين بيهم، فخورين باللي هم عملوه، بنثمنه جدا. فشيء كان رائع صراحه النهارده، كان حاجه جميله. وست الرئيس كمان فتح قلبه النهارده بشكل كبير جدا، وجاوب على تساؤلات وما يدور في يعني في ده حقيقة. انا كنت لسه بقول ان 35 دقيقه كانت كافيه وشافيه ووافيه بالنسبه لكل مواطن مصري. دي حقيقه، وكانت مهمة كمان الحقيقة، لأنه سيادة الرئيس فتح قلبه وقال كل اللي بيدور يعني من كلام في يعني بيدور في ذهن المواطن، حتى قد كده هو متواصل بشكل كبير جدا مع المواطن.
فعجبني جدا الحقيقة، وكلمة كانت معبرة ومؤثرة وكانت طالعة من القلب، عشان كده وصلت للقلب. صحيح. وأتمنى رب الناس كمان اللي سمعوا كلمة سيادة الرئيس النهاردة يبقوا على قدر المسؤولية، لأنه قال كلام كتير مهم. جدا. الاحتفالية كانت كلها ممتعة ومبهجة، ومن ضمنها طبعا فقرة حضرتك الأستاذ الفنان الكبير محمد رياض. أنا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق السنة دي في رمضان إن شاء الله في المسلسل ربنا قلع يخلي الحجر. حضرتك أنا بشكرك جدا الفنان الكبير محمد رياض، كنت معانا في التاسعة. الفنان محمد رياض فنان كبير وطبعا حنجرة ذهبية في الأداء.